نبقى مع أجواء المونديال لكن من منظور الجماهير. رغم اعتزال النجم الألماني مسعود أوزيل اللاعب الذي لعب دوليا منذ العام 2018، فإن صوره كانت حاضرة بشكل لافت للنظر في المباراة التي جمعت المنتخبين الألماني والإسباني على أرض استاد البيت في نهائيات كأس العالم. رفعت الجماهير القطرية والعربية صور النجم الألماني دعما للاعب وتعبيرا عن رفض ما رأته ازدواجية في المعايير لدى لاعبي المنتخب الألماني الذين وضعوا أيديهم على أفواههم في مباراتهم الأولى. لكن ما الذي ذكر الجماهير الحاضرة بمسعود أوزيل رغم غيابه؟ النجم الألماني ذو الأصول التركية كان قد تعرض لهجوم كبير بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انطلاق كأس العالم في روسيا. وذكر أوزيل أنه تعرض لاستهداف عنصري حتى من الساسة والشخصيات العامة دون أن يدافع عنه المنتخب الألماني الذي حمل ألوانه لسنوات. أوزيل عرف أيضا بتضامنه مع أقلية الإيغور في الصين وأصدر بيانا بهذا الشأن. حينها سرع فريقه أرسنال بالنأي بنفسه عن تصريحات اللاعب الذي اتهم الفريق فيما بعد باستبعاده بسبب مواقفه الإنسانية. رفع صور أوزيل تفاعل معها رواد مواقع التواصل. الصحفي الرياضي محمد أبو الروس انتقد سياسة الكيلي بالمكيالين قائلا عندما تكون القضية قضيتهم تصبح حرية التعبير متاحة، وعندما يتحدث أوزيل عن مسلمي الإيغور تتم معاقبته وإنهاء مسيرته. في حين أشاد عمر الشبرم بالجماهير ووصف ما قامت به بالوقفة العظيمة مع أوزيل التي سيذكرها الجميع. أما الكاتب أندرياس كريغ فيرى أن المشجعين يردون على حركة تكميم الأفواه الألمانية ويدعمون أوزيل الذي تعرض للسخرية من منتخبه السابق بمجرد قوله أنا ألماني عندما نفوز لكنني مهاجر عندما نخسر.